وكيف كان عارفه جميع كل مجرم قبل ما يولي مجرم كيكون إنسان عادي كيف جميع الناس، والإنسان معرض للخطأ في أي لحظة، وأحيانا خطأ بسيط قدر يخرج عليك حياتك كاملة وتدفع الثمن غالي. وهذا الثمن ماشي مادي فقط، وإنما مادي ومعنوي، حيث كتخلص من عمرك وحياتك ووقتك اللي كيضيع ما بين ربعة الحيوط في السجن، واللي كيضيع عليك بزاف الفرص من حياتك بحال الدراسة والعمل والسفر وتكوين أسرة. للأسف ما كتحرمش من غير هاد الشيء اللي ذكرنا دابا، إنما كتحرم من بزاف الحاجات، وكل شخص وداري بالحاجيات ديالو اللي باغي يحققها. هاد الشيء اللي قلنا دابا كينطابق على الشخصية اللي غنهضروا عليها اليوم. قصتنا اليوم على واحد المجرم ديكسر عليه القيل والقال. هذا المجرم اللي كيتعتبر من أخطر المجرمين في المغرب، هذا المجرم اللي خلى الأمن يدير مطاردات هوليودية باش يشدوه، هذا المجرم هو حمد الأطراسي. فشكون هو حمد الأطراسي؟ وشنو هي قصة حمد الأطراسي؟ حمد الأطراسي من مواليد 1983 بولاد موسى قرب من دار القداري، وهاد المنطقة اللي محسوب على مدينة سيدي قاسم وكتعتبر من نواحي سيدي سليمان. وكيف كيتقال على الأطراسي أنه من أسرة الشرفة. وكان الأطراسي إنسان عادي شاب في عمر 16 سنة كيتميز ببنية جسمانية قوية، وكان ولد البادية. وكيف كان عارفه جميع أن الناس البادية كتكون عندهم واحد قطعة أرضية كيستغلوها للزراعة واللي كتعتبر مصدر الرزق ديالهم. في واحد النهار كان الأطراسي كيسقي هو وخوه المحصول الزراعي بالموتور ديال السقا، تقاد عليهم المازوت. وهنا الأخ ديال الأطراسي غادي يرسلو باش يجيب ليه المازوت من واحد الدوار اللي ما بعيدش على دوار ولاد موسى، وهاد الدوار اللي هو ولاد حنون. وفاش وصل حمد غيتلاقى بواحد السيد كان يلاه جا من تطوان وجايب معاه واحد المسجلة اللي كانت موضة في هذاك الوقت. شافو حمد وقال ليه دير لينا شي أغنية نتموسقو معاك، وهو يقول له بواحد العبارة اللي معجبتش حمد واللي هي سير في حالك البرهوش. وبحكم حمد كان مازال صغير في سن المراهقة والطيش، مرضاش ودابز معاه وشد واحد الموسوق شافيه وشد هذيك المسجلة وضربو بها الراس، ومشى حمد وخلى هذاك السيد طايح من فراسوش، خلى وراه واحد الجثة واللي غتهتز على إثرها ساكنة هذيك المنطقة. وهنا غتكون أول جريمة قتل اللي دارها حمد، وكانت سنة 1996. وفاش سمع حمد الخبر أن هذاك السيد مات هرب من دوارهم ومشى لواحد الدوار تيقولوا ليه ولاد عيسى بموسى بحسين بمدينة سيدي سليمان، وغيتوجه مباشرة عند الأخ ديالو اللي كان ساكن بهذاك الدوار ويعاود لي حمد القصة ديالو. وهنا غيشد أخوه وغادي يسلمو الدرك الملكي، ويتعتقل حمد الأطراسي ويتحكم عليه بثلاثين سنة سجنا، والأخ ديالو اللي قدمه تحكم عليه بثلاثة سنوات. وكيقولوا في هذاك الوقت كان واحد السيد لاباس عليه وعنده نفوذ وكان من أقرباء الضحية اللي قتلوا حمد. هاد السيد قال الأمن بأن الإخوة ديال الأطراسي شاركوا في هذه الجريمة، وهنا غيتم اعتقال الأسرة ديال الأطراسي كلهم. غيدخل حمد السجن العواد بقنيطرة، وبعدها داوه سجن سوق ليربع. وفي هذا السجن غيتلاقى حمد بواحد السجين وغيخطو بجوج باش يهربوا من السجن، وغادي يتمكنوا من الحصول على واحد جوج لامات باش يقطعوا بها قطبة الحديد، وبالفعل قدروا يهربوا من السجن سوق ليربع. وهنا حمد غادي يتوجه سيدي سليمان بولاد عيسى بموسى بالحسين، والصديق ديالو غادي يمشي لواحد الوجهة اللي ما معروفاش. وهنا غيولي حمد هارب من العدالة وغيتخبع في الغابة والجرادي اللي في هذيك المنطقة. وفي هذه الفترة كان حمد تيمشي للعراسات اللي كيديروا ناس ديال هذيك المنطقة، وكان كيلقى استقبال حار من الناس وكيكون ضيف شرف كيتهلاو فيه بالمأكولات والمشروبات. والعرس اللي كان تيحضر ليه ما يقدرش شي واحد يدير قدامه شي حركة خارج العادة،
وكان أيضا عنده واحد الرقصة خاصة به تدير استعراض بالفنون القتالية في وسط العرس، وكيخلي كل الحاضرين كيصفقوا ليه فاش كيرقص وكيشد كاس الخمر ما بين صدره، حيث كان مفتول العضلات وقامته طويلة ومربي الشعر بحال طرازان، لدرجة أن ولاد الدوار بداو تقلدوا في الرقصة ديالو واللي تسمت رقصة الأطراسي. وبقى الأطراسي على هذا الحال عايش ما بين الغابات والجرادي ديال الليمون، وكانت معه واحد البنت صاحبته من سيدي حياء. أما الدارك الملكي فكان همه الوحيد يشدو حمود فين ما كان، وفين ما كانوا كيسمعوا حس الأطراسي في شي بلاصة كيمشيو ليه، ولكن بدون جدوى كان بحال الزواق تخلي غير الآثار ديالو. وكان اسم الأطراسي كيبعث الخوف في نفوس ساكنة سي سليمان لمدة 3 سنوات، حتى لواحد النهار هرب واحد الدوار كيتسمى ولاد غيضة، هرب من مطاردة الدرك الملكي ولا غيستعملو صديقته في القبض على الأطراسي. ورينا البلاصة اللي مخبي فيها ولا حتى انت غادي ندخلوك السجن، وهنا غتخبرهم بمكان تواجد الأطراسي واللي كان بدوار ولاد غيضة بجنب واحد الواد، وهاد الواد فيه شجر بحال الغابة. وهنا غتبدا المطاردة الهوليودية من الدرك الملكي اللي استعملوا فيها المروحية، نزلوا البلاصة اللي مخبي فيها ومع هذيك البنت، وكان واحد الكار والفر بين رجال الدرك الملكي والأطراسي، وبدأ إطلاق النار ما بين رجال الدرك والأطراسي اللي كان عنده سلاح خميسية. أبقى كيتيري فيهم واستعمل البنت كحماية من الرصاص اللي كتطلق عليه. تصابت البنت بعدة رصاصات قاتلة وماتت في البلاصة، وتصاب الأطراسي برصاصات في الجسم دياله، ومع ذلك بقى واقف حتى ضرب واحد من رجال الدرك برصاصة قاتلة واللي مات في البلاصة. في الأخير استسلم الأطراسي لأنه ما بقاش قادر يواجه هاد الحصار اللي كان من رجال الدرك. لقاو عليه القبض ودوزوه في محكمة عسكرية بالرباط، ومن تم داو السجن الزكي بسلا عام 2003. فاش وصل السجن كيقول واحد المسجون ان حمد دخل في واحد الحالة صحية سيئة بسبب المطاردات الهوليودية اللي تصاب فيها بجروح خطيرة. شافوا هذاك المسجون اللي كان عنده سلطة على سجناء ديال سلا، مشى عنده وعاود ليه الأطراسي على القصة ديالو اللي وقعت ليه، وهاد السجين تهلا في الأطراسي ووقف معاه حتى ولا واقف على رجليه. هاد السجين كان معروف بالتجارة في المخدرات والممنوعات داخل السجن في هذاك الوقت. هنا غيسلم المفاتيح حمد الأطراسي باش يعاونو في ترويج المخدرات، حيت شاف فيه الشخص المناسب اللي قادر يتكلف بهاد المهمة، ووريه سربيس الخدمة والحبس. في واحد النهار غادي ينوض واحد النقاش مع السجين صديق حمد وموظف السجن، جا الأطراسي وضربه، ومن سجن سلا غيديهم سجن قنيطرة. ومرة أخرى غادي تنوض واحد المدابزة ما بين الأطراسي وواحد السجين من الدار البيضاء اللي كان شاد السوق في السجن تبيع المخدرات الممنوعات، ودافع على الصديق ديالو السلاوي. وبقى الأطراسي على هاد الحال في السجن حتى حكموا عليه بالإعدام، ومن بعد عطاوه المؤبد، ومن بعد حكموا عليه ب30 سنة سجنا. وفي حدود اللحظة كيتواجد حمد الأطراسي بتولال جوج بمكناس، فين كيتواجد أخطر المجرمين بحال إبراهيم أنزا. قصة اليوم للعبرة وليست للفرجة، وكانت هذه هي قصة حمد الأطراسي من البداية إلى النهاية. وإلى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك واشتراك في القناة، ونتلاقوا مع قصة أخرى إن شاء الله.